مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. سبق وشاهدتم عدة فيديوهات في قناتنا توضح مدى أهمية معرفة أن الحيوانات ليست مثل ما نعتقد دائما، فهي مثلنا تماما، تمتلك شخصية مختلفة ولها مشاعر ونفسيات وسلوك، وبالتالي قد تصبح أخطر الحيوانات ألطفها في بعض الأحيان أو العكس تماما. وفي هذا الفيديو اخترنا لكم مقاطع مختلفة لحيوانات خطيرة تم تصويرها لقيامها بأمور لطيفة والمزيد طبعا، فابقوا معنا ولا تذهبوا لأي مكان. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. هذا العقاب الكبير اعتاد زيارة الرجل الذي أنقذ حياته، وفي كل مرة يأتي لرؤيته يفتح جناحيه من أجل الحصول على عناق حار. فيما يلي مع دب قطبي فضولي لطيف يحاول اللعب مع الشخص الذي يصوره. قد تكون النمور أكبر السنوريات في العالم طبعا، لكن في بعض الحالات قد تكون مثل قطة كبيرة حرفيا إن تلقت العناية والحب والاحترام من طرف البشر، وهذه المقاطع خير دليل على ذلك. فهل كنتم لتقبلوا بتربية نمر ضخم في منزلكم إن أتيحت لكم الفرصة لذلك؟ والآن مع مقطع في كندا نادر لذئاب ثلجية تتصرف كما لو أنها كلاب عادية وتتصرف بود للحصول على بعض الطعام بوضوح. وفيما يلي مع لقاء أسفل المياه لغواص وحيوان فقمة أتى لإلقاء التحية وإظهار بعض الحب والفضول. وفيما يلي مقطع فيديو لشخص يداعب ويطعم تمساحا يدعى رامبو كما لو أنه حيوان أليف عادي، شاهدوا كيف يفعل ذلك. إن لم يسبق لكم رؤية طائر كبير يرغب في الحصول على المثلجات فقد تكون هذه أول مرة ستشاهدون ذلك. ومجددا مع نمر ضخم وسيدة تقوم بتقبيله ومداعبته، وعلى ما يبدو النمر مستمتع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويظهر مدى حبه لها كما لو أنه قط. لا أعلم إن كنت من محبي أنواع الحرباء كهذه، لكن وعلى ما يبدو تمتلك هذه الحيوانات سلوكا مثل أغلبية الحيوانات الأليفة. وفيما يلي مع مقطع طريف لدب لطيف جعل من يوم هذه الفتاة الصغيرة ذكرى لن تنساها أبدا. عائلة قردة الغوريلا هذه تقترب من هذا المصور ببطء نظرا لشدة الفضول حياله، وعلى ما يبدو يعلم هذا الرجل ما الذي يجب عليه القيام به بالتحديد للحصول على لطفها ومودتها فقط. Watch your glasses. الشره أو اللقام أو الدب ذربان هو أكبر الأنواع التي تعيش على اليابسة ضمن فصيلة ابن عرس، وهو حيوان قصير قوي ممتلئ الجسم من آكلة اللحوم، لكن هذا الرجل يمتلك أحدها كحيوان أليف يظهر لنا الجانب اللطيف منها. All these years. I'm the only one that's ever worked this. حيوان الفقمة هذا يقوم عادة بالصعود على قارب السياح هذا، وبالطبع تم تربية هذا الحيوان والتعامل معه بلطف ليصبح هكذا، ناهيك عن حصوله على كثير من الطعام كمكافأة لعمله في الترفيه عن السياح.
قد تكون الحيتان القاتلة مخلوقة مرعبة نظرا لذكائها وقوتها، لكن حوت الأوركا هذا يلعب مع صديقه البشري ويستمتع بوقته معه بشكل لم تشاهد مثله من ذي قبل. هذا الأسد الكبير تحول سلوكه فجأة ليصبح شديد الفرح والسرور والحب فور رؤية ملكه. شاهدوا بأنفسكم يا أصدقاء. وكما ذكرنا في مواضيع سابقة، الدببة مخلوقات ذكية، وهذا مقطع آخر لدببة تلقي التحية في حديقة للحيوانات في إندونيسيا. ومجددا مع نمر وفهد يظهران مدى حبهما لملكهما من خلال اللعب معه بطريقة قد تجعلنا نعتقد في البداية بأنها ترغب في التهامه. هذا التمساح يدعى بيتي ويعتبر من التماسيح القليلة التي لا تظهر أي سلوك عدواني تجاه البشر، وربما سبب في كونها قد تربت مع البشر وتعيش في محمية للتماسيح. ويمكنكم معرفة مدى لطفها بعد من أظهر الرجل يديه مشيرا لعدم وجود ما تأكله كي يداعبها. ومجددا مع الدببة، لكن هذه المرة مع دب قطبي وعلاقة حب نادرة مع الكلاب القطبية، بحيث يقوم بمعانقتها واللعب معها. ونشاهد هنا صداقة علاقة نادرة بين كلب وكنغر صغير، وعلى ما يبدو سيكبر كلاهما ليصبح صديقين لا يفترقان أبدا. والآن مع ذئاب أخرى، هذه المرة أتت لإلقاء التحية للشخص الذي أطعمها مرارا وتكرارا عندما كانوا صغارا وفي أمس الحاجة للمساعدة. هذا القرد ورغم حصوله على الطعام إلا أنه لم يرغب في إطلاق يد الرجل، وربما يحس بأنه صاحب أكثر القلوب صفاء هناك. في روسيا ليس غريبا أن تشاهد أحدهم يقوم بإطعام دب قطبي من نافذة منزله. نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فما رأيكم بخصوص هذه المقاطع يا أصدقاء؟ وما هو أكثر مقطع مذهل وغريب في آن واحد بالنسبة لكم؟ نراكم بالفيديو المقبل.